الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي. مرحب بحضرتك. أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. في البداية حابين نعرف من حضرتك إيه رأيك في احتفالية هندسة؟ حقيقة أنا سعيد بطلاب كلية الهندسة واللي شفته معاهم وشفت التنسيق والتنظيم وشفت كمان الإمكانيات بتاعتهم والقدرات العالية ليهم. هم يعني مش بس مهندسين لكن كمان مميزين في الأنشطة الطلابية. فازوا بعدد كبير من المراكز، إذا كان المراكز الأول أو الثاني في بعض الحديث في القرآن الكريم، في الأنشطة كرة القدم أو كرة السلة. فالحقيقة هم مميزين في كله، لكن كمان ان هم بيفتكروا ويحتفلوا ب 6 اكتوبر ويحتفلوا بنصر اكتوبر، ده شيء كبير وشيء مميز بالنسبة لطلبة الهندسة. كمان في الهندسة زي ما انا شايف الحقيقة التربية العسكرية والطلاب في الهندسة بسم الله ما شاء الله عليهم موفقين دايما، ودول هم المهندسين اللي احنا بنحبهم ونعتز بيهم. طب زي ما احنا سمعنا جوه ان الجامعة بتقيم وبتنشئ مبنى جديد في الجامعة، فعايزين نعرف ايه اخر التطورات؟ الحقيقة احنا بالنسبة للهندسة المكان هنا صغير عليهم، هم طبعا كلية بتكبر وبالتالي كان لازم يبقى لها مكان اكبر وورش اكتر، ورش كبيرة تستوعب العدد الكبير وتستوعب امكانياتهم وقدراتهم. ففي 27 فدان اخذناها في الجامعة الجديدة وبدأ يبنى فعلا في مبنى، اتبنى فعلا خلص، وان شاء الله هنطرح المبنى الثاني قريبا مبنى المعامل، وبالتالي هم ان شاء الله في 6 سنة هنشوف اعداد منهم في معانا في الكامبس الرئيسي عشان يبص زمايلهم ومعانا كلهم بيشاركونا في كل الانشطة اللي احنا بنعملها. كلمة لطلبة هندسة؟ بقول لهم بالتوفيق وشدوا حيلكم، وانتم مهندسين فكركم عالي، رؤيتكم كبيرة، دوركم كبير في خدمة بلدكم، في خدمة المجتمع، شدوا حيلكم وحافظوا على بلادكم، وان شاء الله احنا متوقعين منكم كتير وبالتوفيق.